خط العدو الإسرائيلي بهجومه على الساحل الجنوبي واستهدافه مستودع لتخزين الأسلحة في عدلون العديد من الخطوط الحمراء، هجوم نتج عنه سقوط شهيد نعته المقاومة وهو مصطفى فواز من بلدة دبعال الجنوبية وإصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة. لم تنتظر المقاومة طويلا للرد على هذا الاعتداء، وقصفت بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة دفنة الواقعة عند المثلث الذي يربط لبنان بسوريا وفلسطين. سقطت الصواريخ في المستعمرة من دون اعتراض وأصابت مدرسة، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير. كذلك اشتعلت النيران لساعات طويلة حيث فشلت فرق الإطفاء في السيطرة عليها. مرابض مدفعية العدو كثفت نيرانها باتجاه أحد المنازل في بلدة حولة، وألحقت مسيرة معادية المنزل نفسه بصاروخين، ما أدى لاستشهاد عنصرين من المقاومة هما ياسين حسين ابن 18 عام أصغر شهداء المقاومة في طوفان الأقصى، إضافة إلى الشهيد أحمد علي موسى. وبعد هذا الاستهداف ردت المقاومة على استهداف عدلون وحولة وشنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقوات العدو في حانيتا بالجليل الغربي، وأصابت أماكن تموضع الجنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح. وقد اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بانفجار 4 مسيرات انقضاضية أطلقت من لبنان في حانيتا، ونقلت وسائل الإعلام العبرية ما شاهد وثقت ارتفاع سحب الدخان في المستوطنة المستهدفة. وفي الجليل الأعلى قصفت المقاومة المقر المستحدث لقيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم الواقعة على عمق 12 كيلومترا عن أقرب نقطة حدودية باتجاه مارون الراس. مدفعية العدو قصفت أيضا المنطقة الواقعة بين كونين وعيناتا بعدد من القذائف، كما طالت القذائف المدفعية أطراف مارون الراس ورشي الفخار والعديسة. وقد أعلنت المقاومة أيضا استهداف موقعي الرمثة والسماقة في تلال كفرشوب المحتلة.